اهلا بحضراتكم مره تانية. قبل ما اتكلم عن مباراه الاهلي وسموحه امبارح، خلينا بس نتكلم على حاجه ايجابيه جدا حصلت بسبب حادثه، يعني بسبب حادثه، وبغض النظر عن الحادثه اللي حصلت في مباراه طبعا الاهلي واتحاد سكندري في بطوله السوبر كره سله رجال واللي حصل فيها، واكيد احنا يعني حزنانين جدا جدا على الوضع والموقف اللي حصل والاصابات اللي كانت موجوده، لكن شفنا جانب من التعاون والتفاهم والتواصل اللي هو المفروض يكون موجود بشكل طبيعي، واللي بالمناسبه موجود ما بين الاتحاد والنادي الاهلي او النادي الاهلي والاتحاد على مدار التاريخ. العلاقات دايما مميزه، العلاقات دايما مميزه، بس موقف زي ده اظهر مدى العلاقات القويه جدا ما بين الناديين، وده يا جماعه اللي المفروض يكون ما بين كل الانديه. للاسف بنلاقي البعض هو اللي بياخدنا في سكك تانيه، هو ده المفروض الطبيعي اللي بيحصل. وانا هعرض لحضراتكم دلوقتي البيانات، بس قبل ما اتكلم على البيانات المتبادله ما بين الاهلي والاتحاد السكندري، خلينا بس نتمنى الشفاء العاجل لاسلام محمد زكي مشجع نادي الاتحاد السكندري اللي اجرى جراحه ناجحه بالامس في الجمجمه، يعني كان عنده كسر في الجمجمه ونزيف على المخ، ربنا رب يشفيه ويعافيه يا رب. وكان فيه 27 حاله اصابه زي ما تابعنا طبقا للي عرفناه يعني، وخرج الحمد لله كله، كانت اصابات مش خطيره، هي الاصابه الوحيده الصعبه شويه هي كانت بتاعت اسلام محمد زكي، فنتمنى له يا رب الشفاء العاجل، ونتمنى ان احنا ما نشوفش اللي حصل ده تاني قبل كده في اي ملعب من الملاعب او الصالات الرياضيه في مصر، لان حاجه وجعت قلبنا. ويعني الله يكون في عون الاهالي طبعا اللي كانوا عارفين ان عندهم ناس في الماتش وجماهير كانت بتشجع نادي الاتحاد السكندري. فباذن الله باذن الله اسلام هتقوم بألف مليون سلامه يا رب، باذن الله هتقوم بألف مليون سلامه، وكلنا بندعي لك وكلنا وراك. لكن في كل الاحوال البيانات بقى دي هنعرضها دلوقتي لان دي جزئيه مهمه، والعلاقه المميزه جدا ما بين الاهلي والاتحاد السكندري. شفنا الاول بمجرد ما الحادثه حصلت ازاي كان موجود الاستاذ عمرو فاروق رئيس نائب رئيس النادي الاهلي في المدرجات بتاعت الاتحاد السكندري عشان يتابع الموقف لحظه بلحظه، الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، الاثنين كانوا على طول موجودين في موقع الحادث يعني، في نفس الوقت تواصل اكيد من خلال الكابتن محمود الخطيب عبر الهاتف دايما لان هو خارج مصر دلوقتي، ومتابعه للحاله. وكمان الاستاذ عمرو فاروق نائب رئيس النادي الاهلي راح على المستشفى مع الحاج محمد مسلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، مع اعضاء مجلس اداره الاتحاد السكندري الناس المحترمه جدا جدا جدا، وتنسيق كامل بخصوص يعني متابعة الحالات أو حالات الإصابة بالتحديد بعد الحادثة دي. لكن البيانات بقى ده بيان شكر وتقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي وجماهيره على موقفهم المشرف تجاه مصابي جماهير نادي الاتحاد السكندري. البيان ده اللي نزله الاتحاد السكندري، وزي ما قريتوا البيان حضراتكم المتن موجود أهو في البيان وأكيد تابعناه من امبارح. على طول رد النادي الأهلي إن يا جماعة الموضوع مش محتاج شكر، أنا مش شايف بس من عندي هنا يعني، لكن قال لك ايه؟ قال لك العلاقات التاريخيه التي تربط النادي الاهلي وشقيقه نادي الاتحاد السكندري وجماهير الاسكندريه الاكبر واكبر واعمق من اي شكر يعني، فده الطبيعي ودي الحاجه المميزه جدا اللي قدرنا نخرج بيها. للاسف رغم ان هو حادث مؤلم ويعني ازعج كل الجماهير بانتماءاتهم وكل المتابعين يعني، لكن دي حاجة أنا بشوف إن إحنا لازم نقف عندها ونبني عليها بصراحة. العلاقات ما بين الأندية، العلاقات ما بين المسؤولين المحترمين، العلاقات ما بين المسؤولين المحترمين الناس المحترم، فده مكسب من ضمن المكاسب، رغم إن أنا عارف كويس جدا حجم العلاقات ما بين الأهلي والاتحاد السكندري والأهلي ومختلف الأندية بالمناسبة والأندية وبعضها، لكن ساعات بيبقى في بعض الامور كده هي اللي بتعكر صفو العلاقات المميزه ما بين مختلف الانديه، مختلف الانديه اي نادي يجي على 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 بالك يعني. فان شاء الله الاهم من كل الامور اللي زي دي ان اسلام يعني يتم شفائه على خير ان شاء الله باذن الله، ودعواتنا كلنا ليه انه يخرج من المستشفى على الف خير واحسن من الاول باذن الله.